تحية من فريق العمل إلى مشاهديها للندن وحلقة جديدة من بودكاست يا أبيض يا أسود. ضيفنا الليلي هو كرة السلة وكرة السلة هو. أحرز 28 لقب خلال 23 سنة أمضاها بالملاعب وكان وما زال أشهر لاعب رغم اعتزاله اللعب من 19 سنة. فبالوقت يلي كان في لبنان نزول بالسياسه جعل ضيفنا لعبه كره السله طلوع وكانت الناس تنطروا بالملاعب وعلى الشاشات لترفع معنوياتها وكان بالنسبه بمثابه دواء لتحسين المزاج رقم الحظ عنده بخلاف المعتقد السائد هو 13 علما انه كتار بيعتقدوا انه هو رقم النحس وحظه جيد بالشغل وبالعمل كما بالحب اللاعب الاسطوره اللي مشنتف اهلا وسهلا فيك معنا الليله ومعك بدنا نفصل الخيط الابيض عن الخيط الاسود اهلا وسهلا اليك ميرسي لها المقدمه الحلوه وليد لا اكيد بس دايما كل الناس بيتذكروا ايام العز هيدا هيدي الايام اللي بنحبها وهيدي من الايام اللي بتمنى ما تخلص كان عن <تكلمت> جد ايام العز لانه هيدا لبنان الحب. اكيد <تكلمت> لبنان الربح لبنان السلام لبنان المحبه ولبنان كمان لبنان فنجان القهوه <مت boils Snake> فنجان القهوه فنجان <مت rồi> القهوه بدنا نشرب مع اول شفه ونسالك كيف وضعك تحديدا <t> مع القهوه يعني بنعرف كلنا سوا إنه البن هو ثاني سلعة بالعالم بتنباع نعم. من بعد النفط، أنت من مستهلكي <applause> <مش> البن <كتير. تصفيق> على الصعيد عالي مش كثير كل شيء كافيين بيقلقني شوي أنا بس م. إنه فنجان القهوة على الصبح أحلى شيء بوعي بخلي نهارك يكون أفضل يعني فيك تصمد على فرد فنجان كل يوم إيه. إذا باخذ فنجانين ما بنام على يومين بصير عندك آه والله إيه مش كيف بتحبه؟ وسط آه آه وسط آه, آه. برايك يعني خير الامور وسط بالحياه هي في اوقات الوسط هو بيكون الحل الافضل مم. يعني ايام يعني الواحد اذا بيقدر يكون بالوسط باوقات ايه بتصور اكثر الاوقات خصوصي بلبنان وانت بتقدر تكون بالوسط يعني بنشوفك منك بالوسط كثير ايه بالأساس انا اللي بتعني لي دايركت معي لا بروح اول واي بس بشغلات مش كل الشغلات بروح فيها للاخر بالشغلات اللي بحس انه هذا باخذ وسط بفضل يكون وسط مم. طيب بحياتك الشخصية هون هل كانت وسط؟ أه لا هل كنت أه بالوسط أو, كنت جزري؟ جزري أبداً بالعكس ما فيك تكون بحياتك الشخصية وسط بدك تكون رايح أول ذا واي لأنه هيدي حياة عندك مسيرة طويلة بحياتك بدك تنقي الخيارات الصح وتمشي فيها مم. بمحلات منا كثير بتتعلق فيك فيك تاخد قرارات وسط تكون وسط بس إنه بالشغلات المصيرية بحياتك أكيد ما فيك تكون مم. وسط طيب بالاسم بتحب اسمك؟ الي يعني الي إيه، المنطقة او المختار رح لك شغله انا الي هيدي اول مره بحكيها بالاعلام ما حدا ابدا انا خلقت بالسبعينات لما كان جمال عبد الناصر مسيطر على شو اسمه بي كان من المحبزين وبحبوه كثير شو بقى لما خلقت بقوم بسميني جمال اسم جمال أف. عبد الناصر مم. بقى بيوصل على البيت انت مواليد و... سبعين سبعين سنة اللي توفى ايه سنة اللي توفى سنة اللي أي توفى أي بعد ما كان يحبوا بيي انه بده هيدا سميني بقى بفوت على البيت بتقوم الماما بتقول له خلص قررنا بدنا نسمي ابننا جمال جنة خوتي انه جمال انه شو منين جايب لي هالاسم كيف ما ابدا الا ايليا يعني اسم الله ايليا ايلي واصر يطلع سماني ايلي وانا ام جلاد انه سماني ايلي لانه ماريز انا شفيعي هو بقى إيه؟, ايه هو المنتقى هو المختار هو الاول آه. بتحس حالك انه بتجسد بشخصيتك معاني اسمك ايه اكيد وانا لانه الماما بالاخص الماما كتير بتحب مارلياس وبتضل تضوي له شموع وبتضل تسلي له له، سو بحسه شفيع ايه بحب اسم الي، <applause> الاسم الي بيعني لي يعني بتآمن انه اوقات بصير في مزج او في تطابق بين شخصية الشخص وبين اسمه؟ ايه اكيد اكيد ما اخر شيء الاسم بيصير هو عنوانك يعني اسمك هو الهيدا والواحد ما بحب اسمه بتخيل قديش يعني بتتذكر ايام زمان كانوا يسموا اسامي جدودهم وبياتهم بقى الاسم بيكون شوي بقى اكيد بفضل يعني... يكون اسمي مودرن يعني هيك شوي اه بتفضل غير اسم؟ لا الي بحب اسم الي ايه. بالعكس ايه. بتعتبرهم بعده عصري يعني ايه عصري نعم. ايه. أكيد. طيب الوشم يعني لاحظت انه تاتو ايه دريم نيو إيه؟ أحلم بحلم بعالم جديد لأن لأنه العالم اللي عايشين فيه صار كتير بشيء يعني أنا بقول وليد أيام زمان بعدني بنبسط وبحب أتذكرها أيام اللي كان في احترام لكل شيء بالحياة احترام يعني نحن بتذكر بضايعتنا لما كان حدا يتوفد كانوا على جمعة ما نحضر تلفزيون كان يلبسوا أسود صح. يعني كانت المجتمع مغلق مؤخل... 40 يوم ما فيك تعلي صوتك يوم ما فيك تعلق هلأ ما بقى في احترام لشي كل الدنيا صار على التليفون يعني كنا ننبسط بالشغلات كانوا اهلنا يعملولنا اياها يعني الجاس اللي يعملوه الاهل اذا تعمل شيء منيح تنجح بالمدرسه يجيب لك الكادو يعمل لك يعني عرفت شغلات صغيره بس كانت تحس فيها وتعنيلي بطلت موجوده هلا <applause> مشان هيك بحس يعني الإيه. بدك العالم الجديد او نيو وورد متمنى كاتب يعني يرجع انه نرجع على لحالنا على, على الاولد سكول يعني اذا بدك الاولد سكول هي الاساس قد ما قد ما تتطور اذا ما بترجع على حالك وعبيقتك اللي بيظهر ما بقول لك المثل اللي بيشلح ثيابه بيبرد فنحن التطور صار كثير بسرعه هيدا هيدا العصر هيدا منه حلو هالقد يعني حلو مش حلو م. بس انا بياثر في الايام زمان لانه عشتها وبتذكرها يعني طيب تننتقل إلى هيك سيرتك المهنية بكتير من الموسوعات العالمية بيورد اسمك وحده توصيف أنه من أشهر لاعبي آه. في قارة آسيا هل رغم اعتزالك الطويل لهاللعبة اللعبة هل بتشعر أنه بعدك اشهر لاعب على الاقل في لبنان بلبنان وببرة بعض الناس يعني بشوف الحب بعيون الناس لما يشوفوني يعني كأنهم امبارح بعدني عم بلعب العاطفة المحبه لك وليد نحن اللي انعمل بهديك الفتره ما تكرر وما رح يتكرر لانه كنا ضاهرين من حرب طويله رياضه ما كان لها وجود بلبنان اكيد العملاق انطوان شوي حلم وحلمنا كنا صغار صحيح حلمنا كلنا معه بقى اللي تحقق بظرف عشر اول عشر سنين يعني ما كان حدا بيتخيل ربحنا عرب اسيا يعني وقت بتقول عشر سنين من اي سن لاي سن يعني عم بحكي انا جيت على نادي الحكمه بال 91 طلعنا وما قبل انطوان الا ما نلعب درجه تانية ما قبل وسيط، بتعرف كان في يلعب يشتري رخصه الدرجه الاولى لعبنا درجه تانية ربحنا كاس لبنان اللي هو بيشارك الثاني والاولى مع بعض، ربحنا بطوله لبنان وانطلقت مسيرتنا بال 95 96 لحد ما فل 2003 برايك هالمسيره مسيره, مسيرة العشر سنين نعم او 12 سنه، هل كانت فقط مسيره رياضيه؟ أو مسيرة سياسية لا اثنين سوا أكيد مم. كان, كان من هون يمكن هذه اللحظة لن تتكابر أكيد أكيد 100% هيدي اللحظة لأنه كان لها معاني كثير، خلينا نحكي الأمور مثل ما هي، يعني بنتذكر بهيداك الوقت المجتمع المسيحي كان عنده إذا بدك الليدرز تبعوا له واحد محبوس دكتور سمير <applause> جعجع والجنرال ميشيل عون كان برات البلد منفي ومنعرف الاحباط المسيحي كان بقى اجى نادي الحكمه تيخلق هالامل للمجتمع المسيحي وفعلا كان قد الحمل لانه اللي انعمل بخلال هالعشر سنين صعب كان ينعمل لانه نحن ما كنا بنعرف شو شو قادرين نعمل على مستوى لبنان او العرب او اسيا ونحن كنا الاخيرين كنا نشارك نتبهدل بقى هيدي الانطلاقه السريعه والقويه هي ثبتت انه الشباب اللبناني والشعب اللبناني اذا بينعطاه رواء وامان قادر يوصل لمحلات كثير بعيده واكبر هون بتلاقي بالطب في بهارفرد لبنانيه بتلاقي بالتكنولوجي من أهم صح. الناس لبنانيه، يعني بكل الاختصاصات بتلاقي اللبنانيه على طول مبدعين بشغلهم، بس بدك تعطيه تقدر تعطيه تيقدر هالبعد السياسي اللي حكينا عنه قديه عطاكم اندفاع من جوا؟ كثير يعني قديه تحسوا انه انتو منا بس انتصار نادي وانما بشكل او باخر انتصار مجتمع مثل ما قلتوا انتصار انا شخصيا عشتها لانو كنت عارف و ومعظم اللاعبين هيك ما بعرف اذا من اللاعبين لانه بس انا عشت لأنه كنت واعي اللحظه كنت واعي لانه كنت ضمن الحلقه الضيقه مع انطوان شويري مم. يعني انا وإيليا حشوشي وغسان سركيس هول الاشخاص اللي اذا بدك كانوا يجتمعوا ياخذوا قرارات مهمه بنادي الحكمه بقى أنا كنت اعرف انه هيدا الفريق عنده دور يلعبه غير انه بالرياضه وهو ما يلي كان رياضي بس انه عنا دور تاني نقدر نلعبه كنا قد الحمل مم. طب شو هي اللحظه الاصعب بحياتك الكرويه يعني اصعب لحظه هيك حسيتها اصعب لحظه انا حدا ما بحب يخسر اذا يعني اذا عم بلعب تحت البيت وبخسر بتاثر بحب الربح بحب هيدا من اصعب اللحظات سنه الستة 96 لما لعبنا فينال بطوله عربيه مع اتحاد اسكندري بنادي الكهرباء وطلبوا وقتها انه كل لبنان يضوي شموع، فعلا كل لبنان كان مضو شموع، كل صحيح. الملعب صحيح. وخسرنا بالفينال، حسيت مثل كانه خلصت خيبت حياتي. امل، إيه. ايه خيبت امل إيه. ايه خيبت املي قبل امل الناس اول شيء م. لانه كان بدي اربح، بس تعلمت كثير، من بعد هيدا النهار تاني يوم نزلت بلشت اتمرن وبلشت فكر بالكيس تبع السنه اللي بعدها ما استسلمت، تعلمت من اخطائي والسنه اللي بعدها عملنا هيدي سبيل الطويله اللي هي ربحنا عشر سنين او تسع سنين ورا بعض بطولة لبنان وكاس لبنان وحققنا ثلاث بطولات اسيا وعرب يعني أكيد. كانت مؤثره لالي دائما بفكر بشغله انا وعم بحضر الباسكت يعني وقت اللي بيكون الجمهور معك نعم انت بتكون مرتاح يما افضل ما يكون كله معك لأنه بحسها انه بتكب عليك كثير مسؤوليه مظبوط وبتصير انت كأنه مربك يعني مزبور. كيف بدك تتعاطى مع المسؤوليه هيدي مع الوقت الخبره هون بتضل لما تقول اكسبيرينس هي شغله كثير ضروريه م. لأنه مثل ما قلت جمهور الحكمه كثير متعصب لفريقه قد ما تعمل لاخر لا ما بيطلع اكثر ايه بعدين قد ما سويت اخر جيم ما بتلعب منيح بتقشط دغري يعني ما في ما بيرحموك سو لازم على طول تكون جاهز حتى تكون قد قد المسؤوليه بقى هيدا الجمهور بدك تعرف كيف تتعاطى معه انا مع الوقت صار عندي خبره صار الجمهور يساعدك يساعد. ايه اول شيء ما بيضغط عليك شيء. ليك, ليك. بدي اقول لك شغله وليد هيدا الجمهور بيقدر يحط بريشر عليك وتكربجك بتعرف يعني بكاربجك. انا بخدم من ان أنا اذا حدا وقف وراي يبطل قاعد ايه اكزاكتلي بطل أعرف, إيه. إيه. بطل أعرف إيه. ايه بس الخبره والوقت ولما تصير مرتاح مع حالك وعارف شو قدراتك هون بتصير الجمهور تفوتوا معك كعامل أه. القوة وكاندفاع تتأدي تأدي اداء افضل ومشان هيك حكمه بغزير ما كان يخسر اكيد الحكمة بغزة ما بيخسر ما بيخسر طيب ذكرنا اكيد ذكرت انك من مواليد 1970 آه. يعني عمرك 54 رح يصيروا بعد طبعا العمر كله هلا تندق على الخشب السؤال بشو غلبتك الحياة؟ وين غلبتها؟ يعني وين بتحس انك تغلبت او غلبت الحياة وين بتحس انه لا كانت الحياة ليك الحياة فيها أبس أند داونز هاي اب فيها طلوع وفيها نزول إذا ما بتاع يعني بدك بدك تحس بكل شيء بالحياة تكون أفضل غلبتني بكتير محلات I was disappointed كتير كنت ماني مبسوط بكتير محلات لما إذا بدك لما صار الانفصال مع زوجتك إيه لأنه أنا كتير بحب أولادي وكتير معلق فيهم مم. سو so, بالبعد ماني بعيد عنهم بس انه بتعرف ولا, ولا يوم okay. عايشين مع okay. أمه لانه لازم ما بقى تحت سقف واحد ما دي. بقى ولا يوم الصبح فيه تكون معهم على بكره لما يروحوا على المدرسه، اقضي هالاوقات، بس انه انا واولادي كثير معلق فيهم كتير بقضي وقت، هيدي من الشغلات اللي اثرت فيي، فقدان امي وبي بسنه كانت الضربه الاكبر بحياتي لانه ما كنت اعرف قيمه وعطف الاهل <applause> الا بهيدي اللحظه، وصدقني وليد ما قدرت سكر هيدا الجاب، هيدا الوجع الموجود لانه بضل الانسان بضل يحتاج لحدا ياخذ منه حنان يعني الحنان كتير مهم وانا امي كانت كتير 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 عندها حنان تعطيني اياه بقى فقداني لها اثر وبي رجولي وقرارات بس كمان قلب طيب فقدانه اثر فيه بقى هولي بعتقد هول الشغلتين كان لهم تاثير قد ايه اثرت نجوميتك يعني كنت نجم للصغار والكبار بهال 12 سنة وبقيت يعني بس م. م. أنه طبعا بغير, بغير زدو داي بتعتبر أنه أثرت ####على استئذارك الزوجي على حياتك الزوجية لأنه منعرف النجومية م. أوقات... كثير كتير, كتير الشهرة آه يعني بتخليك... آه لانه كثير في اتنشن عليك كل شيء هين لألك كل شيء موجود سو بيصير so عندك التشويسز uh, بحياتك كثير كتار يعني مش مثل انسان منه مشهور اه عنده, بقى. عنده حياته عنده شغله عنده اصحابه حتى الحي نوصل على البيت اكزاكتلي نحن لا كل شيء مفتوح على جميع الاصعده بقى هون التربيه كيف انسان مربى ببيته بيكون بحياته بشغله انا كتر خير الله عايش ببيت بي بأهل بحبوا الناس ما في تكبر بيتنا مفتوح كل الوقت سو انا كل عمري بحب الناس ولا نهار هلا في يام، اكيد في انسان بيسكر هيك محلات بس انه اجري على الارض لانه في اهل حوالي معييني موجودين حدي بس اكيد الشهره بتضيع تعتبر هي السبب الاساسي بانفصالك بركة بركة بركي ايه ايه, إيه؟ ما سبب كبير لانه يعني حس انه انا يعني ازهق كتير وما حس قادر كون بمحل واحد كل الوقت بدي كتير شغلات لانه تعودت هيك شهرة ورياضة وانا من اول انطلاقتي لعبت برا وكنت مشهور وكنت نجم ولما رجعت على لبنان نجوميتي بلشت من سنة التسعين لاعتزالي صح بقى هيدي اكيد بتأثر يعني م. وحضرتك مشهور وبتعرف يعني م. بعد انفصالك نعم. عشت علاقة حب نعم يعني مع يس نعم بقى مع الانسه زينه يزن نعم شو بتوصف يعني شو الفرق بين علاقة الزواج والعلاقة الحب خارج الزواج لقيت شغلات بزينة ما لقيتن بولا بنت قبل يعني خلتني أتعرف على حالي أكتر خلتني اشوف شغلات بالحياة ما كنت شوفها قبل وهي إنسانة بس مع هيدا انفصلت عنا فترة انفصلنا إيه لأنه بسبب سألت هي عايشة ببالي يعني عايشة ببالي عايشة الفول لايف ببالي وأنا عايش بلبنان بقى يعني ما مش مش ريت وانت ما بدك تعبالي بالي انه انا بحب اطلع انا قاعد ببلدي وكنت عم بشتغل بافريقيا مين اللي عم م. بطلع بين افريقيا وبين هون م. هيدا كان السبب البعد بس لانه تعلقنا ببعضنا كان اكبر من انه نترك رجعنا م. وهلا انحلت يا ما بعد هلا رجعنا هلا رجعت على لبنان هي بلا ما تشتري؟ اه يعني انت, انت كنت الطرف <applause> لا يعني ما, <applause> ما في اقوى في هون نحن نقدر قدرنا وصلنا لمحل انه شو بدنا بهالحياه اخر شيء بيقولوا الحياه قصيره <applause> لقينا انه رح نكون حياتنا بين هول وقسم صغير ببالي وبمحل تاني هل معقول ترجع تتزوج مره ثانيه؟ ما بعرف او مثل ما بيقولوا ما يعني عنا انه ما معقول واحد يعيدها ما بعرف ما بعرف كل شيء وارد بالحياه بس لهلا ما بعرف بس ايه اكيد كل شيء وارد يعني ممكن مين بيعرف عشر سنين وبعد ما فكرت بال... فكرنا فكرنا اكيد هذا قرار منه هي ناخده في كثير اشخاص حوالينا لازم يشاركونا بهذا القرار بس انه ايه ممكن ليش لا كل شيء ممكن كل شيء ممكن او هذا اللي بدك تسعى لإله؟ اسعى على اذا بحس انه وبحس انا هيدا الشخص يعني زينه هي حدا بنبسط معه برتاح معه ممكن يكون في ارتباط بالمستقبل اكيد طيب سؤال هيك دائما بيخطر على البال وخصوصا بالنسبه للنجوم نعم. يلي بيكون عندهم عده علاقات نعم. هل ممكن الانسان انه يحب اكثر من مره اكيد أكيد, أكيد لأنه بتلاقي فيك تلاقي يعني أول شيء لما تكون صغير ما بتكون بتعرف أول ما تشوف أول شخص وهيك يعجبك دغري بتنغرم فيه ومع الوقت بتصير تتعلم بتلاقي بتلاقي يعني بتلاقي أيام شغلات بأشخاص ما بيكونوا موجودين بأشخاص ثانيين وهيدا الشيء بخليك تتعلق فيه وتحبه أنا لقيت شغلات بزينة ما كان ما مارقين معي ما أبداً بحياتي عشان هيك تعلقت فيها وحبيتها ومشيت أنا وياها أكيد في الإنسان يحب أكثر من مرة أكيد وبذات الوقت معقولة <applause> انسانة <applause> يعني عم تصعبها هلا بذات الوقت انه تحب شخصين مع بعض ليك كمان معقولة وليد يعني عن جد ما بقول صعبة ممكن انا اكيد في ناس كانوا يحبوا اكثر من شخص بزيت الوقت انا لا ما حكيت عن علاقتك بامك عندنا هيك فقرة صغيرة انه نعم. اسمها ملهمون وملهمون نعم. تعتبر انه امك هي الملهم الاساسي لإلك بالحياة ايه هي اذا بدك الطيبة الحنين عم لك اكتر شي عندي ايه انه انا بتعطيني الحنين بتعطيني الطاقة اللي, ما ب... اللي ما بولا محل هلا امي ملهمة لأم امي ماليك بالسماء انا امي يعني 40 خمسين سنة كل حياتها اللي الجواز 60 سنة ما ضاهرة مرتين من البيت بيش. كل همها ولادها كل همها خمس ست طبخات كل يوم كل الوقت خوالي عنا كل الوقت عمومتي عنا عمومتي كانوا مثل يعني بيت عائلة. عائلة عاملين بيت عائلة مفتوح هيدا كتير بحب أنا العيلة ومن وقت ما فقدتهم ما بقى موجودة هيدي بيشتاق يعني م. نهار الأحد الغدا مع الأهل خصوصي وقت الصيام أحد المرفع خميس خميس السكارة الأحد كان مقدس لولاد كلهم أنا وإخواتي كلنا عند أمي يتجمعوا الكل هيدا ليك هيدي, هيدي الحياة وليد هيدي هيدا لبنان استمرارية الحياة والمجتمع اللبناني انبنى على المجتمع الشرقي كله مجتمع الشرقي اي بس إنه مين لي لبنان هيدا بتشوف الأحد كل الأهل بالجبال بالساحل كله بيجتمع بحد كاس العرق بحطوا المشاوي هيدي هيدي ما الها ثمن وهيدي يعني الفرح اللي بتخلقه عند الانسان حتى اولادي بيشتاقوا مع انه صغار اولادي انا اكبر حدا بولادي عمره 17 واهلي ماتوا بال 2016 يعني عم نحكي سبع سنين اولادي كانوا صغار بيشتاقوا بيقولوا لي باب نشتاق يوم الاحد مع تيتا وجدو مع كذا بقى هول بيشتاق لهم طيب عندك ثلاثة اولاد نعم برايك انت ملهم لمين اكثر شي بيناتهم؟ ثلاثتهم، ثلاثتهم بعبدهم، ثلاثتهم كل حياتي وكل واحد علاقتهم ذات شيء مع كثير اكثر ما بتتصور، كل حدا بعرف اعطيه شو بده مم. وعندي ابن صغير مغروم بالباسكتبول، عايش للباسكتبول وكيف جسمه طويل؟ طويل اطول مني رح يكون شاء الله آه. ايه يعني معقول يطلع عنا الي مشان تفتوه؟ اكيد مجبور يطلع حي. اول شيء هو <applause> انا ما جبرته هو هو نقى هالطريق وانا رح اعطيه كل خبرتي وبعده عمره عشرة هلا رح يصير 11 بس اكيد انا مبسوط لانه الرياضه وليد بتنمي حياه الانسان، الرياضه كتير ضروريه بحياه الانسان وانا مبسوط انه كل اولادي بيعملوا سبور معقوله الي مشان تفتوه؟ ينسينا اللي مشان تفون ان شاء الله <applause> هذا مناية انا يقدر يعطي اللي عمله بيه واكثر ويعطي ويقدر يعمل للبنان يعني م. نحن وجودنا هون لانه عندنا محبه لهالبلد م. ما قرر نتركه ولا يوم بقى اكيد طيب نقطة بيضة بتعتبرها بحياتك هيك بتحبها أه إنه إذا بدك تتذكر تستعيد كل حياتك هالنقطة أو هالشغلة اللي بتحبها صراحة أه أه قراري ما اترك نادي الحكمه هيدي اهم نقطه بيضا لانه اجاني وقت كان عندي كثير اوبورتونيتي فل واخد احسن ديلز بس تعلق انطوان شويري فيه خليني وانا بال 96 اجاني فرصه العب بأميركا ما كنت حققت شيء للبنان انا قبل ال 96 ما نعمل شيء بلشت الانجازات بال 97 وكان اصراره الله يرحمه لانطوان كنت بميامي ومع روني سايقلي واجاني ظرف العب باورلاندو ماجيك والعب بالم بيتش دوكس فريق بتحت الان بي اي تحت تكون هونيكي وكان بوقتها لازم اخذ قرار مهم وكانت نقطه بيضا لما اخذت قراري ارجع وابقى مع نادي الحكمه لانه من ال 96 لاعتزلت عملت اذا بدك كل انجازات لبنان ونادي الحكمه انعملت بهالوقت كتاب بيقولوا انه كنت بمثابه الابن الروحي نعم لانطوان شو بفتخر بهالشيء وانه قد ما هو متعلق بابنه نعم. كان اوقات على حساب بقيه اللاعبين ليك. هل صحيح هذا الامر؟ ليك انت بتعرف وليد اخر شيء انطوان حبني لانه كنت انا رجل مواقف الكبيره م. كل ما كان يطلب مني يكون محل كنت موجود وحطينا حلم سوا بال 91 92 حلمنا نربح اسيا والعرب وحققني وانطوان شخص بزنس مان وعملي ونجح بحياته لانه آه نظرته للأشخاص بنقي أشخاص حواليه آه إذا بدك مؤهلين م. يعملوا الجوب على الأخير شغلهم بقى أنا من الأشخاص اللي كنت بالرياضة وثق فيي وقدرت عملت اللي بدو إياه مشان هيك كنت مقرب منه وكان يحبني كتير طيب شفنا النقطة البيضاء النقطة السوداء بحياتك آه النقطة السوداء بحياتي يعني آه آه رح اقول لك نقطة سودا هي موضوع الدوبينج اللي انعمل لي انا مرق يعني وهيدي بتصور كانت من الاسباب اللي ترك انطوان شويري مم. انا بال 2003 توقفت بموضوع الدوبينج ونزلت كان توقيفي سنتين نزل للست اشهر لانه تعاونت معهم وبأكد لك وليد انه بهيداك الوقت انا ما كنت عم بعمل دوبينج يعني مم. وبرجع بكرر مرق عليا وقت هلا هيدي اثرت علي و... كانت تركيبة عليك كانت وضدك وقال انطوان ب... انطوان بحفله كازينو قال المقصود انا م. حطوها بالي بس ما رح خليها تقطع ايه لانه انا رح اقول لك واكبر سبب عطيتوني انا توقفت كنت عم بلعب مع المنتخب م. وانا بهيداك الوقت كان عندي قوه اقدر اعمل بدي اياه بلبنان كان في ما روح مع المنتخب لو كنت عم باخذ دوبينج ورحت وانا مأكد انه ما كان في شيء وركبت لي بهيدا الوقت هيدي كانت النقطه السوداء بكاريرتي كلها بالباسكتبول وبحياتي بس بعد لحد هلا ما نعرف مين عمل هلأ لا بس انه نقول هالتركيبه ايه ما نعرف ما هيك ما نعرف ما نعرف وانا م. كل شيء صار معي كان كتير غريب يعني انا بتذكر كنا مسافرين على على منطقه اسمها هاربن على حدود روسيا عندنا م. تصفيات اسيا وصلت من سفره 18 ساعه اول ما وصلت على الاوتيل طلعوا عملوا لي الفحص عاده ما بتصير لانه بتعرف بتكون اخذ شربين نسكافيه او ايفر او قهوه أو, او او عاده قبل الماتشات ب 24 ساعه بيعملوا لك نحن وصلنا قبل بثلاث ايام انفحصت انا اول واحد ومن بعد ما رجعت طلع بوزيتيف والطريقه اللي انفحصت فيها ما كانت مزبوطه كنت بالاوضه لحالي يعني كثير في قصص هيك هيدي كانت الشغله الوحيده طيب رح انت معك هلا الى فقره بالزوايا خبية نعم بالزوايا خبايا اول شيء بدي اسال شو اكثر صفه سيئه ما بتحبها بشخصيتك طيبة قلبي طيبة قلبي لانه بياخذوا الناس ادفنت هيدي صفه منيحه صفه صفه سيئه اذيتني هي صفه منيحه بس انا كانت عليا مردود علي كتير بشعر كل الناس اللي كانوا قراب مني واشتغلوا معي ما كانوا صادقين طيبة آه، قلبي بعطي بفتح للناس بسرعة أنا م. يعني لما أحس ارتاح لشخص بفتح له فهو بياخد أدفانتج بهالمحبة لإله وبيكون الإنسان الطيب بيكون هيدي شغلة منيحة عملتها معه بس الإنسان ما طيب بيستفيد منها وبتصير أذية له طيب لو رجعت على الحياة أو لنفترض سيناريو إنه رجع إلي مشان آه. تفعل الحياة مرة تانية هل بتمشي بذات المسيرة أو بتغير إشياء <applause> كثير بحياتك كثير 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 متل شو؟ آه، الأصحاب اللي نقيتن طريقة شغلي طريقة تعطيه مع كثير ناس قرارات آه، مصيرية بحياتي يعني أنا حداً وليد اندفاعي يعني خلص بشوف الشغلة بقشع شو قادر اعمل منها وبهجم مم. ما برتد يعني بهجم بيطلع حيط ضل قبض بالحيط تاكسر واقطع بينما كان في لف عن الحيط وقطع بسهوله بقى هيدي الشغله علمتني كثير واكيد اذا برجع عشرين سنه لورا كثير شغلات بغيرها كثير ندمك الاكبر شو بعض الصداقات الصداقات وعنت من بعض الاصدقاء اكيد اكيد, أكيد. مم. لانه كلهم كانوا يحبوني لانه كنت مشهور واستفادوا من شهرتي وبعد ما بطلت مشهور قد قبل او بطلت هيدا ما عدت لقيت حدا بحبني لشخصي يعني وهلا بوقت كثير منيح انه عرفت هيك اتليست حددت الابيض من الاسود يعني مم. مم. بقى مشان هيك كانت مهمه لالي بس انه اكيد بيرجع بدي الشخص المشهور بيعيش هالخيبه الامل يعني شو وقت اللي بيكون بالفوق بشوف كل الناس حواليه بلحظه معينه بصير لحاله لانه لانه كل العالم بدها اياك لما تكون مشهور كل العالم بدها تمشي حدك لانه انت مشهور بدها تكون بالاضواء حدك ونهار بطل كتير مسلط الاضواء عليك بتبطل تلاقيهم هيدي هيدي سنه الحياه مثل ما بيقولوا. طيب بدي اسالك عن تغريده لرئيس الجمهوريه نعم. السابق العماد ميشيل عون نعم. بيقول فيها من عمل على كف يد القضاء هو المسؤول عن هد... عن عدم ظهور الحقائق في انفجار مرفأ بيروت. نعم. شو بتقول؟ هل بتأيدوا بهذه التغريده؟ أه ليك ما في شك انفجار مرفق بيروت في في علامه استفهام كبيره عليه كبيره لانه هيدي من اكبر النكسات اللي مرقت على لبنان كميه الضحايا الاهمال الطريقه اللي عم بتصير فيها يعني انا بقول انه هذا الموضوع لمره بحياتنا لازم يتلاقى يتلاقى جواب لشغله مثل هيدي لانه وليد من 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 السبعينات لليوم مات ناس كتير بلبنان ما نعرف شيء فقدنا اشخاص كثير قراب مني وكثير شخصيات كبيره للبلد صح. ما قدرنا عرفنا اجى انفجار بيروت اخر شيء اللي هو اذا بدك يعني طفح الكيل انه خي خلص انه اللي عم بيصير ما بقى مقبول وكمان ما قدرنا عرفنا وما رح نقدر نعرف هيدا هيدا سؤال كثير كبير و... ودعان هالبلد مين عطل عمل القضاء برايك الناس اللي عندهم سلطه على القضاء انا وانت بنعرف يعني انه هيدا البلد في ناس عندهم سلطة أكثر من غيرهم وقادرين يغيروا بكتير محل يعني حزب الله؟ حزب الله عنده سلطة وفي وغير حزب الله يعني مم. يعني أوكي نحن على طول حزب الله بس ما هو كل الطبقة السياسية إذا إذا بتعرف سياسيين وحضرتك بتعرف سياسيين كثير، بتعرف كل واحد كل كتلة من ميلته عنده جماعته بقلب القضاء، اللي هو بيقدر يغير حي الله شيء جوا، وللأسف إذا راح القضاء راح البلد، كل شيء بيقدر ينشغل عليه إلا القضاء، القضاء هو إخشي عم تحكم بين الحق والباطل، يعني هون هيدا هيدا أبيض وأسود، هيدا هو إذا بدك الأبيض والأسود. م. هيدي شغلة إذا خسرناها خسرنا البلد خسرنا كل شيء. لمين اللي مشنتف بيقول من حفظ حفظة لأخيه وقع فيها أنا على الصعيد الشخصي يعني لا او لاي سياسه اذا بدك تقول ما بعرف ما ما بعرف صراحه يعني قد ما قد ما هالبلد في تركيبات كلهم فايتين بكلهم م. يعني للاسف يعني كلهم يعني كلهم؟, يعني كلهم انت يعني بتامن يعني. اكيد اكيد لانه خصوصي المجتمع المسيحي الليدرز ليك من اول ما خلصت الحرب في شي مره قدروا اتفقوا المسيحيين مع بعض اكبر شرخ هو بين بالشقفه المسيحيه الليدرز المسيحيه يعني هلا انتخاب الرئيس يعني القوات والطيار أكثر طب هول أكبر كتلتين مسيحيين هون لو متفقين كان طلع رئيس بكره م. الصبح بيطلع رئيس م. يعني عنا مشكله يعني سوري بتحملهم هن مسؤوليه اكيد محل مصادر في المسيحيين اكيد اكيد لانه خلص يعني الشعب اخر شيء تعب انه بدنا نكرر زيت اللي عم نقطع فيه لما مرقنا رقنا وبعدين ما تنسى وليد كل كل اللي عم بيديروا البلد كلهم كارتلات حرب كلهم م. مرقوا بالحرب وكلهم قطعوا ورجعوا هن اجوا عملوا الكتل النيابيه وهن حاكمين البلد م. وكيف بدك يعني كيف بدك تقدر تمشي البلد بزيت الاشخاص انا كنا عم نحكي انا وياك تحت الهواء انا بامن انه هيدا البلد اكيد ما رح تصير هيدي بنحلم انه تصير بس تجيب الشخص المناسب على المكان المناسب تنقي ناس ما لهم تعاطي بالسياسه وزير ميل بدك تجيب حدا دارس بهارفرد فاينانس وعنده قدرة وعنده فيجن وبيعرف إذا جيت أنا واستلمت بعد خمس سنين البلد بيصير هون هاي اليونان مرقت رأيت بي, بي, صحيح. بي هيدا. ما وكلهم بثلاث أربع سنين ظهروا طب نحن بال2019 هلا 2024 نحن أسوأ من 2019 هلا م. ما بفهم كيف 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 ليدرز كيف مسؤولين بالبلد وكيف لهم عين يطلعوا يحكوا على التيفي وي ويخطبوا فينا يعني. طيب قبل ما ناخذ البريك الاعلاني يعني ما بتقول لاي زعيم من الزعماء بلبنان انه بينشرب مع المي العكرة ابدا ما في حدا مبلا ما انك مقتنع بلا كاشخاص مبلا بس كسياسات لا م. في اشخاص انا بحبهم بحبهم مثل مين؟ قائد الجيش جوزيف هون بعرفه شخصيا بعرفه قد ايه بعرفه قد كوركت كوريكت بعرف قد عم يعمل للجيش خصوصي بهالوقت اللي عم نمرق فيه مرقنا بداعش وهلا عنا اسرائيل بقى وكل ال... 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 الانقسام اللي عم يحكوا فيه وهيدا رجال قد المسؤوليه بحبه وبحترمه ومن افضل الناس وشيخ سامي صديق له. شيخ سامي الجمال بحبه آه. لشيخ سامي آه. يعني يعني في علاقه شخصيه معه رح ناخد طيب رح ناخذ معك بريك اعلان ومنتابع آه. الحوار آه. هلا وصلنا معك لاخر شفه آه. يلا اذا بدك تاخذ اخر شفه بناخذها سوا وبآخر شفه عنا سته يا ابيض يا اسود وعنا اربعه صح ام غلط، رح ابدا معك قبل ما تبلش بدي اقول لك شغله تفضل تفضل وهيدي لانه اثرت فيي، مره مع انطوان شويري الله يرحمه ايه؟ صار شغله انا وكتير عصبت منها ما رح اقول شو هي، يعني صار شغله بالفريق على صعيد الاداره وكتير زعجتني واخذت قرار انه في هذا الشخص اذا بكون موجود انا ما بكون وكذا كنت كثير معصب من الموضوع وبقي وقت طويل ما كنت اقبل بعيط لي مره على عجلتون لعنده على البيت بقى بقول لي يا ابني بدي اقول لك شغله بدك تتعلم بالحياه الحياة مش كلها اسود وابيض، في محلات لازم تنقل لون رمادي اه هيدي بلشت هاي عم تتغدينا <applause> قبل انت لا لا بس انه بهذيك الوقت انا ما كنت اعرف اللون، كنت صغير <applause> وما نعرف يعني هذا ماده خلص ما هيدا بقى هون بقيت معي وما كنت اعرف امتى لما بعد 10 15 سنه صحيح صرت اعرف بالحياه شو هو اللون الرمادي طيب رح ننقل لك نشوف اذا في ابيض واسود او في رمادي نبيه بري ابيض ام اسود؟ نبيه بري يعني نبيه بري ابيض او اسود؟ يعني انا من البسمة معه اسود بس انه انا كشخص مهضوم بحبه لانا به بس انه بس السياسه بس ك... ك... بس بس بسمع انه اسود طيب رياض سلامه ابيض او اسود اسود هيدا مرتاح مرتاح لانه ليك انا وكمان بذات الوقت وليد ما بحمله كل المسؤوليه هو أه. كان لعب دور لو ما في ناس مغطينه ما كان قدر يعمل كل اللي عمله لانه اخر شيء هو بموقع بس منه ما حدا في ما حدا فوق راسه سو اكيد في شيء مركب كان مع حواليه بس اسود لانه قبل كان في مي... انت مع محاكمته هلا اذا بدك تحاكمه بدك تحاكم كل العالم بس لا شرب. ماني مع محكم. لا لانه اذا ما فيك ما فيك شخص من مجموعه تحاكمه وتترك البيت هل كنت من اللبنانيه يلي صدقوا انه الليره لا يمكن ان ترتفع؟ يعني اللي خبر ايه. رياض سلامه ايه كنت مصد... خليت مصيتك باللبناني؟ اوه اكيد ما, ما كان عندي باللبناني بس اكلتها بالدولار جمدوا ايه بس يعني... اكيد كنت يعني جامدين ليك تحكي منطق يعني منتي يعني, آه... يعني بقي من قد بقي على فتره 30 صح. سنه صح, صح. آه... مهدد الدولار ومهدد الليره ما عندنا نصدق انه معقول يرتفع إيه. والبلد بمينية. يعني صار اللبناني كل جمعتين يطلع على تركيا يعمل فاكيشن او على محلات ثانيه يعني كنا عايشين بحبوحه كل الوقت م. طيب جبران بيصير ابيض او اسود؟ أه يعني خليني اقول رمادي هذا الشخص راح رح اقول لك ليه لانه جبران انا بلاقيه حدا كتير اكتف كتير بيشتغل بس ايه في قرارات بيخدها بتصور بدها تروي بدها وبيشتغل بس انه النهايات منا لا ما مش, هيك؟ مش, على قد ما لازم يكون لا مش على قد هيدا بشير الجميل ابيض او اسود ابيض ملمع مم. بشير انا بالنسبه ابيض ل... فاقع انا بالنسبه لالي بشير هو اذا بدك صوره صوره سياسه يعني ما بيشبه حدا بلبنان وشفنا شو عمل انا بشير من الاشخاص اللي للاخر يعني لهلا بعدني بسمع ايام بحب اسمع له شو بيحكي عندي قصه حياته كلها كل ما فيه موجود عندي بحضره من وقت لوقت بنفتقد لشخص مثل بشير بتمنى يجي حدا عنده 10% من بشير تيكون لبنان بغير محل هل بيعني هيدا انه سياستك غير سياسه بيك؟ يعني بيك مثل الله يرحمه يعني مثل ما فهمنا منك انه كان مع الرئيس جمال عبد الناصر يعني كان يحب العروبه بيي آه. بس انه آه ايه بيي كان بيي لما طلع بشير رئيس حرق حرق الجنوب قد ما كان مبسوط اه انبسط ايه لانه آه. ما في انسان بحب لبنان ما بحب م. بشير بشير انسان لبناني واكبر شيء لما إجا ما كان يقبل أبني يتفرد بالقرارات اجتمع مع كل الاطياف اللبنانيه وكان بده قرار لبناني بحت وكان بده شفنا المؤسسات كل العالم بلش تنزل على شغلة على الوقت بده يشيل الكوربشن بده يعمل بلد بده هيدا اللي بدنا بدنا حدا يجي ينظم البلد ويمشي باي ذا بوك يمشي م. بالكتاب انه لا نحن هيدا هيك بيقول الكتاب شو لكين ايه؟ طيب بزمن هيك تالق تبع نادي الحكمه وطبعا تالقك ضمنه بين انه عندك نوع من عاطفه خاصه للقوات اللبنانية أكيد بعد هالعاطفة الخاصة أكيد ليه؟ شو سببها؟ خي لأنه أنا كنت ضل أقول وبرجع بقولها إنه مش سمير جعجع الوحيد اللي اللي حارب بلبنان كل هول الزعماء الموجودين كلهم ملطخة إيديهم بالدم ليه بس سمير جعجع بده يدفع الثمن؟ يعني إذا بدك تحاسب حاسب الكل مم. طلعت براسه أنا ما كنت حب يعني بهيداك الوقت ما كنت حب إنه إنه اللي عمله هو ورجال مم. كان بيقدر يفل قالوا له فل صحيح. ما قبل يفل قبل يبقى ودفع ثمن كل شيء عمله بينما م. غيره لقى مشان هيك كان عندي لاله لسمير جعجع بيضل عندي عاطفه خاصه لالو بعد اليوم اكيد هو كشخص بعدك مقتنع بخطه بنهجه او كانك عم بتقول هلا كشخص. هلا انا بالنهج في كتير ناس فاتوا على جديد على الخط وفاتوا مع القوات انا ما بحب العسكر القديم ينكبر هذا العسكر ضحى مشان بهيداك الوقت مشان المجتمع م. المسيحي ومشان لبنان ما فينا نجي نزيحهم على جنب هيدي رؤية لالو، هو زلمه بيفهم وقاري كتب سميكه وعنده فيجن وعم يشتغل عليها، مني مني قد قبل بحب القوات بس اكيد القوات عندها عاطفه عند عاطفه خاصه بقلبي طيب. ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ابيض ام اسود؟ ابيض ابيض, أبيض. كمان ابيض فاقع؟ يعني ابيض فاقع لانه اللي عم يعمله بالسعوديه ولي العهد ليك وقف الحرب مع اليمن، وقف الحرب ايران يعني بنعرف السعوديه وايران اذا بدك حرب عمرها ميات سنين زلمه واقعي ما بده حرب، بده سلم، بده 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 يطلع من حاله، بده يعمل، بعدين اول مره بيجيك ولي عهد عمره 35 36، كل اللي اجوا اعمارهم كبيره بيجوا بس هيدا الزلمه انا بقول على ايامه كل المنطقه رح تصير بغير محل وما بحب الحرب هاي اهم من الحرب وليد يعني انا مش ناطر اللحظه اللي حتركب الديل بين اسرائيل وبين الفلسطينيه حتى لبنان تعكس على لبنان انا مامن انه رايحين على سلام كبير بالمنطقه بس امتى ما حدا بيعرف بس هلا وصلنا لمحل ما بقى في رجعه اسرائيل ما بقى فيها تعمل مثل قبل ما بقى فيها تسيطر مثل قبل كانت يطلع عبالة تطلع تضرب لبنان هلا في بعبعه اسمه حزب الله كان قبل تفوت على فلسطين تخبط وتظهر هلا صار في شيء اسمه حماس يعني اسرائيل بعد الحرب والشعب الاسرائيلي <applause> والناس عرفوا انه خي الحرب بدها تخلص رح يصير في دوله فلسطينيه حدودنا الشماليه رح تتحدد رح نخلص ورايحين على مرحله جديده محمد بن سلمان هو رح يكون له دور بكل المنطقة <applause> حتى بلبنان حيكون له دور <applause> احنا منعرف رئيس الروسي فلاديمير بوتين كمان من أبيض أم أسود أبيض. بلقيا. أبيض. ابيض؟ ايه اكيد لانه بالرغم من حرب اوكرانيا أكيد, وهيك اكيد اكيد لانه اخر شيء امريكا اجت فاتت على وبدت بدها 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 تحط عليه ريستريكشن وبدها تعمل رفض هالشيء وقاوم وعم يرجع عم بحافظ على على لا ابيض بالعكس رح انتقل معك هلا على السريع مع مع او ضد نعم. الحرب يلي ما بتنتهي بين ميشيل عون وسمير جعجع اثرت بالعمق على إيه. وضع المسيحيين إيه. مع هالفكره او ضدها؟ ضد 100% لازم لازم يعني مع هالفكره انه اثرت كثير اكيد خربتنا خربت لبنان يعني ما ننسى هول الشخصين انا قعدت مع قاعد مع ميشيل عون زلمه موسوعه يعني هو كشخصيه السياسي اذا بتقعد معه بتنبسط لانه عن جد هيدا وسمير جعجع كمان بحبه وبحترمه بقى هول الشخصين وانا مره قال لي أنتوان شوي قاعد مع العماد عون انك قاعد مع بلا الدكتور سمير جعجع لما استلمت نادي الحكمه صار في لقاء واحد انا ويمكن شي 40 دقيقه وهيدا اللقاء الوحيد وانا بذكر كثير مني انطوان شويري قبل ما يركب الحرب 89 قتل حاله ليجمعهم سوا وما قدر وبعدنا هلا ما عم بحكيك بال 89 هلا بال 2024 يعني مم. بعد 40 سنه وبعدنا على المحل مم. بقى اللي بحب لبنان خلصنا مم. يا حول عم نعمل مثل اكثر محمد بالسلمين مع ايران ومع صحيح. اليمن مم. اليمن مسيرات كل يوم كانت تطلع تضرب السعوديه قال لهم ما بدي حرب مم. بدي انسى بدي سامح اللي ما بيعرف يسامح ما بيعرف يكفي بحياته طيب دوله حزب الله أقوى من الدولة اللبنانية مع أو ضد؟ أكيد هلا أكيد ضد، أنا ضد هلا اكيد ضد انا ضد انه حزب الله يكون أقوى من الدولة، م. بس أكيد حزب الله لعب دور بمحلات كثير منيحة بالبلد يعني لعب دور هلا مثلا مع إسرائيل أنا بتخيل لو ما في قوة اسمها حزب الله كان على الطالع ونازل بصحصحوا بس أنه لا أنا ضد أنه حزب الله يكون مسيطر على الدولة، بفضل يكون في دولة وحزب الله بعد ما نخلص يكون ضمن له طريقة يكون موجود ضمن هالدولة، لأنه هيدا إذا عندك شيء فعال وقوي قادر يساعد الدولة، ايه بتلاقي له طريقة بيندمج بالدولة. ما رح يلاقي لبنان واللبنانيين رئيس ما عنده هيك انه مشاكل بسيرته ومشاكل بمسيرته. مع او ضد هالفكرة انت؟ أه لا ضد، انا بدي لازم يعني ما عم بفهم عليك، يعني نحن انا انا اللي م. اللي بدي بدي يجي رئيس منه من هالتقم كله رئيس عنده لبنان اولا لا ولا مش موجود هلا بين الموجودين المرشحينون حيلا انسان مؤهل عنده فيجن للبلد يعني انه الرئيس انه ضروري يجي بيصيروا يخبروك يقرتوك اخبار انه الرئيس المسيحي بده يحافظ على المسيحي خي يخد... شيلونا منا هيدي انه 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 الشيعة بدهم ليدر والسنة بدهم ليدر والمسيحية خي نحن اكبر من طائفتنا واكبر من كل شيء اذا بدنا لبنان نحن لازم نفكر بأي شخصيه مثلا مثل كارلوس غصن اي اكيد شخصيه ناجحه بالعالم أكيد. لو انه طبعا اثير تحوله اكيد الأضائل. شخص مثل كارلوس غصن بيشيل لبنان من محل بحطه بمحل تاني بتعرف ليه لانه ما ز... فايد بزواريب الطائفيه والسياسه الضيقه الموجوده بلبنان بدنا شخص اكبر من لبنان لانه لبنان ما ناقصه شيء <applause> ما ناقصو شي 2011 كان البلد ستيبل وما في شي أنا عندي مشروع سياحي بلبنان اسمه سايين كان بحر يوم التنين كان يفوت لعندي 700 شخص يوم الاحد كان يجي 2000 سكر بوابي على التسعة إيه؟ طب انا كل الجمعه ما بفوت 2000 هلا إيه؟ ليه لانه في ستابيليتي في رواق انه آه وليد بيجيك مليون ونص سياح بسكر البلد نحن إيه؟ إيه؟ بلدنا بيقدر يعمل 40 50 مليار بس من السياحه بالسنه إيه؟ لانه جميله وموقعه وكل شيء عندك مش موجود بغير محلات إيه؟ بس يشتغلوا ما بدها ذكاء يكون عندنا انفراستراكشر يكون عندنا انترنت يكون في أمان نكون شعب شعبنا شعب مضياف بحب الناس بس ما نبلش نفكر بالغاز والاويل وبشو بدنا نعمل، بس يعني نستفيد من الموجود عندنا بس طيب في عندنا خيارين، السياديون والممانعون، م. انت مع مين وضد مين؟ أه... هي ممانع ليك أه... اكيد مع الممانعون لانه البلد البلد يعني الطريقه اللي ماشي فيها البلد ما رح نقدر نوصل، برجع بقول لك انا متمرد على كل البلد، م. متمرد على كل السياسيين لانه لانه خلص تعبنا وزهقنا وزيت النتيجه عم ناخذها كل عشر سنين عم نفوت بحرب وعم نفوت يا بحرب حرب حرب يا بحرب اقتصاديه انا برايي هيدا البلد ما رح يزبط الا ما هيدا التقم كله يفيل ويجي تقم يعني كنت مع الثوره ايه مع الس... اكيد مع الثوره بس عندك خيبه من الثوره عندي خيبه من الثوره لانه الثوره ما كفيت ورجعوا رجعوا فاتوا الاحزاب وقدروا سحبوا قدروا سيطروا عليها ال... آه سحبوا كل واحد لميلته وتركوها مزلطه بالطريق طيب فينا نطلب منك انك تطب الفنجان لانه وصلنا هلا لاخر الحلقه اخر رشفة وطبينا الفنجان وبعد طب الفنجان بدك تشوفه وانت تقرا مستقبلك يعني بدقيقه وحده بدقيقه وحده تشوف مستقبلك اوكي هلا إيه. يلا هلا ليك كله ابيض ها؟ طلع ما في شيء سويه ايه ان شاء الله يعني وانت وانت متفائل يعني انا متفائل انا بدي اقول لك شغله إيه وليد انا حدا أه بحب الناس أه قريب من الناس أه ولا يوم بوقف فكر شو بدي اعمل بعدين بحس كانه عمري عشرين وكانه ما عملت شيء بحياتي أه عندي كتير مشاريع وهالسنه هيدي سنه الـ 2000 24. من نص الـ 2023 لهلا كل شيء بحبه عم يفتح بوجهي عم بكون اكثر وقت بلبنان كل الامور فاتحه وبحس انه انا انا كثير متفائل كثير اوبتيمستيك بالمستقبل وبحس شايف انه لبنان جاي على فرج كبير وحياتي رح تكون كتير حلوة بهالبلد وشان هيك ولا يوم قررت فيلم منه طلع هيدا أحلى فنجان أحلى فنجان هيك أبيض أبيض إمني. إذا بتشوف كله أبيض عظيم <applause> اللي مشان بدي أتشكرك على هاللقاء وقلت إنه بتحب كل الناس وبدي بس تأكد لك إنه كمان نحن كتير كتير بنحبك بكل المراحل الله يخليك. يعني ولا سيما إنه كنت رمز نعم. رمز رياضي ورمز سياسي ورمز وطني نعم. وإن شاء الله تظل مسيرتك وأنا من الأشخاص بحبك كتير وبتابعك على طول الله يخليك كما أصدقائي المشاهدين من ودعكم الحلقة طبعا اللقاء يتجدد الأسبوع المقبل تصبحون على ألف خير